واستنكرت عائلة بن جلال في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية المحاولات البائسة التي تقوم بها قناة الجزيرة القطرية من أجل شق الصف وإثارة الفرقة بين أبناء الوطن الواحد مجددة بيعتها وولاءها المطلق لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ودعم توجيهاته التي تنطلق من مبادئ سامية وحضارية تحقق أمال وتطلعات شعب البحرين الوفي